اهلا وسهلا بكم مره تانية، ورجعنا لكم الفاصل ونشوف هنكمل مع بعض هنعمل ايه. عندي بدنجانتين بالظبط مشويين طماطمايه، وعندي مثلا شويه بصل، وايه تاني؟ ممكن واحده فلفل. نبدا ونقول احلى كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. قطع الطماطمايه ديت، هنعمل زي ايه المتبل كده بس هيبقى سخن، يعني طبعا رمضان وعزوماته، طبعا في بعض السلطات لازم ايه لازم تكون معانا اساسيه، هنحاول برضو ايه يعني ما نسيبش حاجه ان شاء الله. الطماطمايه مقطعه اهيت، عندي فلفلايه، حلو قوي، كده كل حاجة تبقى جاهزة معايا. أبدأ أنزل بفلفل، تقليبة ننزل بدنجان، بدنجان بتاعي عشان يتشوي شوية حلوة أرش عليه شوية زيت وشوية ملح. الزيت هيعمل لي هيفصل لي البدنجانية من الايه من القشر بتاعها. عندي شويه ممكن ننزل بطماطم عشان برضو كله يبقى مع بعضه. في عندي معلقه او شوكه سمن التومه بسيطه، التوابل بتاعتي بقى ملح كمون وشطه للي عايز للي بيحب الشطه، وطبعا لو في شطه برضو فريش عادي مفيش مشكله عندي. كمون، تمام قوي، حلو، طلعه قدام مننا كده. شوية الليمون هيتحطوا لما اجي يكون في نهاية التسوية بتاعتي. عندي شوية حمص، بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالحمص بتاعنا. حلو قوي، انا عايز شويه سلام، ابدا اشغل عليه شويه زيت، بسم الله. الحمص بيحب زيت الزيتون، اديله تقليبه. الحمص بيحب زيت الزيتون، لو عندي زيت زيتون مفيش مشكله، ما عنديش خلاص. ولما اجي اعمل سلطه الحمص البوريه لازم ما اخلوش يسخن مني. ندي تقليبه كويس او زيت مش مع نفسه. عايز انا ايه شويه توم، حلو. هيحتاج ايه تاني يا حاوي؟ ملح، سن الكمون، و شويه طحينه. كمون ما يكونش كتير، يا دوبك بس الطعم بتاعي، انا بحب الكمون مع الحمص. شويه طحينه ما يكونش كتير برضو عشان ما تسودش الوش بتاعه. الطحينه لو كتير في الحمص البيوريه هتخلي الحمص بتاعي له شكل مش كويس، انا مش عايز يبقى شكله
مش كويس، انا عايز اتميز في الشكل. الكفته بتاعتي بقت زي الفل. هو ده الحال. نجيب طبق تقديم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، معاك اسمع شوي. كده حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبق التقديم بتاعي ابدا انزل بالحمص. في نص الطبق بالظبط انزل بالحمص. في النص ليه؟ طب يا حاوي هقول لكم دلوقتي، ثانيه واحده. حلو، تمام قوي. معلقه تمام الكلام، شوية زيت زيتون، شوية حب حمص اللي احنا قلنا لازم نسيبهم، حطه في النص بالظبط عشان برضو ده لازم يعرف ده ايه. يعني انا مثلا مش عارف ده ايتم ايه او سلطة ايه دي، يبقى انا بقول لأي حد من غير ما يسأل ديت سلطة حمص. نبدأ ننزلها هنا. تمام، معلقة ديت. الفرن بيناديني، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب البلانشة بتاعتي، ممكن نطلع بده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كده معايا الكفتة بتاعتي. لو انا بقى عايز ريحة الفحم، اجيب حتة فحمة تمام وهحطها في الحلة بتاعتي، واللي هي الكفتة اللي هي المفرغة ديت اللي هي زي كده بالظبط، هحطها في الحلة وحتة فحمة على شوية زيت سيلفر وتتقمر فيها، هتديني الريحة بتاعت الايه؟ الفحم. تمام، تمام الكلام. عندي بقى ايه، حاجة تجميل كده خفيفة، الخيار ده عشان اعمله بالشكل ده لازم احطه في تلج. يعني انا ممكن بقى اعمل اي شكل معايا حلو كده، وفي نفس الوقت لما اجي اعمله واقدمه هحطه في قلب التلج معايا، هيطلع معايا زي الفل. اسيبه بقى، مش شرط كل شويه اقعد اجمل بقى كل حاجه عندي، مش محتاج ان انا اجمل الحاجه اللي عندي، لا هحط شويه خيار اقطعهم رفيع جدا واحطهم في قلب الميه بالتلج بتاعتي. تمام كده، عندي ديت عايزه تتجمل برضو، طماطم ميه. سلطة الكبابجي نفس السلطة البلدي بالظبط. تمام، تحط ويتحط عليها شوية مية بخل وثوم والبقدونس. واحدة خيار كمان. يبقى أنا بعمل سلطة من غير ما اتعب نفسي،
واحدة هنا برضو كده، هيلفها اهي لفة كده، تعمل معايا شكل الوردة. يبقى انا بالنسبة لي الكفتة بتاعتي، طبق الكفتة بتاعتي بالسلطة جاهز. ممكن اقدمه هنا كده، تمام، وايه اشوف اعمل مع ده ايه. معايا بصلة مشوية، تمام الكلام. البصل المشوية ديت انا شويتها فين؟ وانا بشوي البدنجان، تديني ريحة حلوة، تدي ريحة حلوة جدا مع البدنجان. وفي نفس الوقت لو انا عايز افرمها مع البدنجان هفرمها مع البدنجان، مش عايز افرمها واقدمها جرنش كده يعني تجميل يعني، عادي برضه هقدمها كتجميل. يبقى برضه بتديني ازاي شكل الوردة اهوت. كده حلو قوي. كده تمام. معانا سلطة الحمص، معانا كفتة الحاتي، معانا المتبل السخن، وسلطة السلطة اللي هي تعتبر سلطة الحاتي. ممكن اقدمها بنفس الطريقة كده، وممكن اقدم معاه شوية مية بس ايه جنب الكفتة. عايز اقدم الخيار والطماطم وقرن الشطة ده، تمام، هنا كده مثلا جنب الحاجة بتاعتي، يبقى انا خلاص هقدمها بنفس الطريقة دي. عايز اقدمها متقطعه ومعاها شط مية وشوية خل وشوية التوم بتاعنا، مفيش اي مشكله، زيها زي السلطه البلدي بالظبط. بس عايزين نالف، بس التاليفه بتاعتنا تكون باكله وبوصفه شكلها حلو. نضف مكاننا. في نهايه حلقتنا نقول ايه؟ لو انت غاوي هتركز مع مين؟ مع مين؟ هو الحاوي ورمضان كريم.